ويخشوا المعسكرات الله اي شاب يخش معسكر التنين الشباب كلهم يكونوا دعم سينكون دعم شنو يا معه دعم شنو اي شاب في نيانه اللي قاعد في الانديه من عمر 18 سنه و20 سنه كان يقول لنا خش المعسكرات طوالي خش المعسكرات اهلنا موتوا انتوا قاعدين تتعاملوا شنو الناس موتوا قاعدين تتعاملوا شنو اخوانكم موتوا قدامنا انتوا قاعدين تتعاملوا شنو على كل الشباب اي انسان بالغ وكذلك راسي ان يتعلم السلاح ليحارب البلدان لحارب شنو يا معه لحارب شنو يا معه اخونا انت وانت كذلك وقلت لكم هذا كلكم يا شباب هوي المدير علينا كبيره والمدير الان مدير كبير جدا جدا الناس تخلي المشاهدات والتلفزيونات وتخلي كذلك الاعلام في الطاله وتحمل القضيه تحمل شنو تحمل شنو جابين تفهموا شنو يعني تفهموا شنو فندق شنو فندق تدق الميدان ده شنو يا جماعه الكذاب ما عندهم دين ما عندهم اخلاق ما عندهم اي حاجه كلها هذا خليهم ساكت ما في حاجه ساكت هذا كل الشباب اي شاب ثاني انا بجي النادي المره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه اي شاب عمره 20 سنه نقول له قاعد قدامنا يا ابو سيدي الجنه قاعد اي شاب احنا البندق قاعد وعسى في بيضه اهل الامور انت تكسرون قاعد يمشي مشاهد الشارع تبا للمشاهد تبا للشارع معه تبا للمشاهد وتبا للمشاهد تبا للمشاهد تبا للمشاهد اهلكم يا جماعه الناس موجوده بيستهدفوكم والناس قاعد عربي او ده الدرجال او مثلا عمنا هذا عربي قلت له انت اخوانك موجود قال لي ساكت ما حاجه اسمها واحد ساكت يا جماعه ما حاجه اسمها يا جماعه واحد ساكت